صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل الصغائر تنقص الإيمان أم أن هذا خاص بالكبائر؟ تنقص الإيمان تنقيص ما هو تنقيص الواجب، تنقيص الأفضل. نعم، لأن الكمال على قسمين: كمال واجب وكمال مستحب، فيتنقص الكمال تنقيص المستحب، تنقص الكمال المستحب، تنقص كمال الإيمان المستحب. أما الكبائر فهي تنقص الإيمان تنقيص الواجب. نعم.